فندق وده بناخد بقى تاني نعمل الاريز كل البروجرامنج لانجويجز كونسبت اري. الاري معناها ايه؟ نحط تجدر حاجات شبه بعض ابلاي اوبريشن عليهم كلهم مره واحده من غير ما تابلاي تعمل باي. يعني في السي ما تكونش اكس 1 واكس 2 واكس 3 دول اريز منها اكس فيها 3 المنتس ابلاي عليهم. من اقوى الحاجات الموجوده في التيكت الليست. التيكت اكشوال ما هي الا ليست اوف سترينجز. تمام؟ بس الاريز او الليست في التيكت الوت مور فليكسبل. هي فليكسبل ان يوز. بس لما تيجي تشوف حقيقه الامر هتكتشف انها فيري دول اكشوال. بس هي فليكسبل ان يوز. تعالى ناخد مثال بسيط. قول سيت اكس اقواس مربعه مدوره. اقواس مدوره مش مربعه. فريد 44. ايه اللي انت فهمته؟ ان عندك اري اسمها اكس الاندكس اللي اسمه فريد انت حطيت له الاليمنت 44. احنا عملنا حاجه غريبه قوي صح؟ احنا لو عرفنا اري مفيش ديكلاريشن ولا عرفنا اندكس رينج والاندكس رينج ما هوش اكتر نمبر ده اكشوالي سترينج. الكلام ده مش غريب ليه؟ لان كل حاجه في التكل سترينج. يعني حتى لو قلت اكس في واحد فالواحد از سترينج نوت نمبر. فايه اللي يمنع انك تسميها اكس في محمد اكس في فريد اكس في واحد صور. بقيه الاكس نفسها فيها ايه مش مهم. يعني لا في اري عرفت الباوندريز الاندكس شكله عامل ازاي. لا احنا قلنا في اري اسمها اكس الاليمنت الاندكس بتاعه اسمه فريد بالقيمه دي. دي مور ناتشرال ليه؟ افترض انا عايز اقول عم طلبه ايه؟ كنت في السي هتعمل ايه؟ عندكم يطلعوا 60 واحد اعمل اري 60 اسميها ايجز واديكم ارقام ومر عليكم واحد واحد اقول اكس اوف 0 وايج اوف 0 14 اكس وايج اوف بالم كذا. في التكر انا هعمل ايه؟ افترض اسمائكم احمد علي نبيل محمد حاول ايج اوف محمد 5 ايج اوف صح ماتش. الاندكس هو الحاجه اللي عايز تسجلها تسجل لها انفورميشن في الاري. ايه اللي هتسجله؟ كود بي ا نمبر بي ا سترينج كود بي ا سبستيتيوشن بي ا اكسبريشن بي ا انيثينج. وتقدر تريتريف انفورميشن من الاري ازاي؟ دولار ساين اكس اوف فريد. اللي انا عايز اقوله في الكونكلوجن ان احنا قايلين اكس اوف فريد 44 اكس اوف 2 بكذا. اتنين دي لا تعني الاليمنت التاني سترينج اسمها اتنين. فالاليمنت الاولاني اسمه فريد، الاليمنت التاني اسمه اتنين، الاليمنت التالت اسمه القاهره، الاليمنت الرابع اسمه يوم الخميس. تمام؟ طيب لو انا كتبت اري نيم نيمز اكس الاري دي اصبحت ام كوماند زي ما قلنا سترينج بيقواها عليه بعض الاوبريشنز من ضمنها الاوبريشن نيمز. اري نيمز بترجع لك الاندسيز بتوع الاري. فلما اقول له اري نيمز اكس الاندسيز اللي عندي صفار فريد و2. الحاجه الخطره اللي بعدها هتبقى ايه؟ سيت اكس اوف فرايداي ب 10. اقول له بعدها اري نيمز اوف اكس يقول لك ايه؟ فريد و2 وفرايداي. كلها دايناميك كلها دايناميك. في امر مش موجود في السلايدز دي اسمه انسيت. الامر انسيت ده بيلغي تعريف حاجه معينه. يعني لو جيت قلت له ايه؟ سيت اكس 2 بعدين قلت له كوبرار ساين اكس يقول لك 2 قلت له انسيت اكس فافترض بعد انت كتبت اري نيمز اكس طلع لك فريد 2 قلت له انسيت اكس اوف فريد جيت بعدها قلت له اري نيمز اكس هيقول لك 2 بس مش هقول لك انا انت شلت ايليمنت اللي اسمه فريد. طب نقدر نعمل 2 دايمنشن اري؟ نقدر نعمل ان دايمنشن اري؟ ركز معايا بقى كده هكتب ايه؟ سيت ايه
واحد 10 set A 1 2 11 لو قلت له array names A هيقول لك ايه 1.1 space 1.2 محدش يقرا اخر سطر يحاول يستنتج حاجه من الاجابه دي حد هو ما درسش اخر سطر ايه اللي استنتجته لو قلت له array names A قال لك 1.1 space 1.2 ايه اللي انت استنتجته بالظبط هو مش عامل 2 dimensions وان دايمنشن وانديسيز وكده لا هو النيم بتاع الاريه اللي بتسموه الواحد سميه زي ما انت عايز الاريز في التكن بتسمح لك بالانكلوجن اللي يهمنا اكتر بقى الليست الليست دي عباره عن 1 دايمنشن كل حاجه في التكن هي 0 or more elements separated by space creates a list the list of strings تعال بص ممكن تعمل array او list فيها red و green و blue بص السطر التاني بقى احنا عاملين كام array عاملين list of a b اقواس curly braces و f ايه اللي احنا شايفينه هنا ال a ده element ال b ده element ال C وال D وال E one element وال F is an element حيث واحد من elements is another list الكل braces هنا فقدت معناها اللي كنا قلناها المرة اللي فاتت اللي هو في الست معناها exclude everything لا احنا معناها you are creating a list of this الكل braces هنا مش معناها A, D, E bespaces لا it's a list inside list لو قلت one backslash space word هي 1 element اسمه 1 word 2 3 عشان كده في 2 elements backslash is in شغاله in 2 spaces inside اللي احنا مش هنجو through بالتفصيل الـ operations على list الكتاب اللي هو بتاع ويلش ده الكتاب الاولاني في جدول كده في كل operations على list الحاجه المهمه ان everything you think of everything you wish موجود يعني انا 14 سنة ولا حاجة عمري ما احتجت حاجة ما لقيتهاش. You can't think of it. فتفكر في الليست دي الأول أو الليست أنت محتاج حاجة غريبة أوي بس غالبا هتلاقيها موجودة. يعني إيه؟ من غير ما ندخل في التفاصيل في أمر اسمه كونكات، كونكات ده اختصار كونكاتينيت. معناها تحط اثنين ليست مع بعض اعمل ليست كبيرة. ال index معناها هات لي الإيليمنت اللي الإندكس بتاعه كذا. في حاجة ما قلتهاش عنها هي إيه؟ الليست فيها سبيشال كيس. ان الليست بالذات هي 1 دايمنشن unless you specify اسم الاندكس هو هيرقمهم لك 0 1 2 3 4 هذا هيلب فور يو يعني عايز تعمل ايه؟ اكس اوف احمد الكلام ايه؟ لا عايز تعرف ليست تحط فيها اي بي سي دي هيرقمهم لك اندكس 0 اندكس 1 اندكس 2 اندكس 3 فلما تقول له ايه الاندكس معناها هات لي الاليمنت اللي في الليست الاندكس بتاعه كذا الاندكس اختصار ليست اندكس ال L length معناها ال length بتاعت ال list. ال L search بتدور على ال length في ال list. For each هشرحها لكم بالتفصيل. ال insert معناها insert a position مشفت. ال L range هات ال elements في ال range كده كده. ال sort معناها sort ال list. ال L append معناها append الحاجات في اخر ال list. ال list معناها create a list. ال ريبليس معناها شيل لي شويه اليمنت فوق ما جمع حاجه. انا مش محتاج اشرحهم كلهم، هم كلهم سهلين واللسته موجوده في الليست. في سبيشال فاريبل اسمه اند. لو قلت لي اكس اوف اند معناها اخر اليمنت في الليست. وممكن تستعمل اند ده انك تعرف بطول الليست. ال ليست اوف اند ماينس 1 اليمنت اللي قبل ماينس 2 اليمنت اللي قبل اللي قبل. وانت عايز تبص في الليست الاتجاه فلو جينا على الترم اللي عندكم الكتاب ده كده ال اندكس وعملنا الطريقه دي الكل بريس اللي بره بتعمل ليست كبيره الكل بريس اللي جوه بتعمل انذر نست ليست فبتقول له ال اندكس اي بي سي دي اي 2 معناها رجع لي الاليمنت رقم 2 اللي هو ايه؟ اللي هو سي دي لو قلت له ال سورت ريد جرين بلو هيقول لك بلو جرين ريد حيث سورتنج از
string sorting is not numerical sorting. A special type of the lists get strings. في C نقول على string A an array of characters. في التكل لا string is a data type اسمه string ما هيش array of characters. You can manipulate the character by character character proof like that but it's not an array of characters. ممكن تعمل an array of strings بس ال string is not an array. كل حاجة بتطبيع على ال strings بتبتدي بالأمر string. ايه الاوامر اللي عندنا؟ compare first معناها رجع لي first letter last or last letter index معناها الindex بتاع letter معين في السترينج length طول السترينج match هل السترينج دي match مع دي؟ according to دي مش compare according to دي الوايلد كاردز range هات range من الكاركترز to upper حولها كلها upper case to lower حولها كلها lower case trim تاخد argument trim left trim right في trim اللي انت عايز تطلع من الطرفين يعني مثلا قول له string trim left or right يديله string مثلا يديله حاجة معينة يديله character مثلا يعمل اس هيعمل ايه؟ هنشيل لك الاسات اللي على اليمين والشمال ونشيل لك الاسات اللي على اليمين او تقول له مثلا سبيس افترض انك انت قريت من الفايل لاين واللاين ده اخر سبيسز كتير عايز تترمي السبيسز او تترمي عصعص ايه السبيسز طب تعال نشوف مثال على الفور ايتش. الفور ايتش دي مش موجوده في البروجرامينج لانجوج كلها بس يو كان دو ات صح؟ في حاجه اسمها فور في البروجرامينج لانجوج على حاجة index معين. الفور ايتش تختلف في ايه؟ هتقول له فور ايتش اف لو ستار دوت اي اكس اي فود سترينج يور اساين اف از ا بروب. ايه اللي احنا عملناه؟ انا شرحت لكم جلوب قبل البريك. جلوب معناها ايه؟ اعمل ماتشنج لستار دوت اي اكس اي معناها هات لي كل الفايلات اللي في الفولدر اللي اسمهم دوت اي اكس اي between اقواس مربعة ايه الـ outcome من جلوب ستار دوت اكس اي between اقواس مربعة؟ ايه الـ outcome اللي هيرجع لك؟ مين يقول لي؟ خمس فايلات نعم؟ list of findings فالـ outcome هو list for each بتعمل ايه؟ بتلوب على الليست دي element by element كل مره بتلوب بتاخد element تحطه في الفاريبل اللي اسمه f ففور ايتش f موجوده في مجموعه الفايلات اللي رجعت لنا من الفولدر هنقول ايه؟ put string that is a problem هيبقى عندك نوت باد وورد باد وورد باور بوينت هيكتب لك على السطور كده على الترمينال ايه؟ نوت باد is a problem وورد is a problem هيمسكونا البحر فانت فور ايتش is a for loop looping over a list. Regular expression. Then you repeat again till the next match, repeat again to get
في الكوماندر او في اليونكس ستارت دوت اكس اي بدل الاكسبشن. ساعات بنكتب علامه استفهام انا وان ليفر. الريبل اكسبشن موضوع كبير قوي. انا لقيت منهم السيت اوف الموست امبورتنت وانز ناخد شويه اكزامبل عليهم والباقي موجودين في شابتر في كتاب ويلش شابتر 9 اعتقد او 10 كل الانواع كل حاجه. وهي فيري باورفل if you know what you are doing you can do very powerful. تعالى شويه منهم مع بعض. اول ايتم الدوت بتماتش اني كاركتر بس سنجل كاركتر. دوت نقطه معناها كاركتر بس سنجل كاركتر. الهات بتفورس ان الماتش ده يجي في البدايه. يعني لو كتبت له كده هات ايه معناها تبتدي بايه لور كيس ايه لور كيس اماكن لور وابا حتى بعد لو كتبت له كده اي بي سي ممكن تطلع اي بي سي هنا فورسنج الهات الابر الدولار ساين معناها ماتش ذا اند. يعني لو كتبت له كده دولار ساين باك سلاش اكس تفرايد اي قاعده. يعني باك سلاش دوت معناها دوت باك سلاش هات معناها هات. ماشي يعني باك سلاش بتفقد الكاركتر سبيشال كاركترز معناها. لو حطيت اقواس مربعه معناها دي سيت اوف كاركترز اي واحد فيهم يماتش شغال. يعني لو عملت كده معناها ايه؟